صباح الخير على حضرتك استاذ نهاوند اهلا والكريم بيكي. وكل الساده المشاهدين. احنا بالفعل بالامس طبعا كان في اتربه ورمام مصرف اغلب مناطق الجمهوريه، وكان في تدهور رؤيه افقيه على اغلب الطرق. اليوم متوقع استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه، لكن بصوره مختلفه عن الامس، يعني كمياتها هتبقى اقل في مناطق والاماكن الثانيه، ممكن تزيد في بعض الاماكن الاخرى، لكن مستمر معانا بعض التقلبات الجويه اللي اهمها نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه وسرعاته ما بين 30 ل 45 كيلو متر على الساعة في أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، خاصة المناطق اللي لها ظهير صحراوي كبير، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة والأماكن المكشوفة. كمان اليوم متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار في أغلب مناطق الجمهورية، ويمكن بدأت بالفعل في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهي أمطار بتختلف شدتها من محافظة للثانية، أمطار ما بين المتوسطة والرعدية أحيانا على محافظات شمال وجنوب الصعيد، تصل لحد السيول على بعض وسط وجنوب سيناء. بالفعل المناطق غريبة الموجوده دي. الجبليه الموجوده في سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وخليج السويس معرضه لتكون وتشكل بعض السيول بسبب سقوط الامطار. كمان الامطار هتبقى امطار خفيفه الى متوسطه ورعديه على السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، مدن القناه، مع فرص الامطار ضعيفه جدا على بعض المناطق من القاهره الكبرى، وقد تكون رعديه احيانا. ده اليوم طبعا لا درجات معلش الحراره ثانية واحدة بس يا دكتور منار بالراحة، أنا مش فاهمة كده الجو احنا فين؟ ده ايه ده؟ ازاي أمطار رعدية كمان وسيول؟ لا دي مش واضحة لي، ده يعني ده نتاج ايه برضو؟ يعني احنا بنتكلم طبعا في متأثر عز مع الصيف وأتربة ودرجات حرارة مرتفعة، خلينا نفهم أكتر. طب احنا خلينا نقول ان احنا في فصل الربيع، فصل الربيع عادة ما بنتأثر بامتداد ده منخفضات نهاية موجودة فصل على الربيع البحر. يعني. احنا طبعا بنتأثر بمنخفضات ربيعية موجودة على البحر الأحمر، المنخفضات دي بتبقى موجود جزء منها على الصحراء وجزء أصلا محمل بكميات من الرطوبة من على البحر، مع وجود كمان منخفض جوي طبقات الجو العليا. التسخين اللي موجود على سطح الأرض ده بيساعد على تطور السحب بشكل كبير، العوامل دي كلها هي اللي بتخلي في سحب رعدية موجودة معاها فرص الأمطار بتختلف كميتها من منطقة للتانية. احنا بنقول تشكل السيول وتكون السيول في المناطق اللي فيها سلاسل جبال البحر الأحمر أو سينا، عشان الطبيعة الجبلية والجغرافية في المناطق دي بتؤدي لتشكل السيول، لكن المناطق الأخرى زي القاهرة أو السواحل الشمالية الأمطار اللي بتبقى عليها بتبقى أمطار مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الحالة دي الطبيعية في فصل الربيع، لكن في الوقت ده هي المفروض بتبقى بداية 5 شوية، يمكن الوقت ده بتاعها متأخر شوية، لكن طبعا ده طبيعي للربيع والتقلبات الجوية بتاعة فصل الربيع. طبعا كمان درجات الحراره اللي بنتكلم عليها، احنا بالامس كان ذروه ارتفاع في درجات حراره وعظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، اليوم هتكون 34، فالكتل هتكون اقل حراره من امس، لكن لسه الاجواء حاره فتره النهار ما يعتدل فترات الليل، وده اللي متوقع ان شاء الله يكمل معانا على مدار هذا الاسبوع. درجات الحراره هتنخفض انخفاض طفيف، لكن هيظل احساسنا بيها مرتفع خلال فترات النهار، يعني متوسط درجات حراره ما بين 32 33 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى خلال فترة النهار، فترات الليل ما بين 22 23 درجة مئوية، يعني أجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة. إن شاء الله من بكرة سرعات الرياح هتهدأ عن اليوم وأمس، فبالتالي هيكون في مزيد من الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية، هيكمل معانا لنهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، يعني لنهاية هذا الأسبوع مش هيكون في أي أتربة ومنال مسارة، فقط نشاط رياح اللي هيكون موجود فترات المساء ساعات الليل، ده اللي هيخلينا نحس بيه الاجواء اللطيفه والربيعيه فترات المساء وفترات الليل. رائع جدا، ما عنديش سؤال، خلاص حضرتك غطيتي كل حاجة كالعادة، بشكرك جدا وبنشكرك أنا وكريم أكيد دكتور منار غانم.